بنت رابعة هتحس بعبق التاريخ، وعلى ضفاف نيلة هتشوف روعة الحاضر، وبين شوارعها ودروبها هتشعر بالفخر والاعتزاز. احنا النهاردة بنزور المانيال او مانيال الروضة او جزيرة الروضة المبهرة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من على كوبري من الكباري الرئيسية واللي بتوصلنا للمانيال، لأن كوبري عباس اللي احنا عليه دلوقتي ومع كوبري الجامعة هم الكوبريين اللي بينقلونا من الجيزة للجزيرة الجميلة جزيرة الروضة. الكوبري اللي احنا فيه شايل اسم الخديوي عباس حلمي تاني واسمه دلوقتي كوبري الجيزة، لكن طبعا الاسم الأول مازال الناس بيستخدموه بكثرة. الكوبري هنا شهد مظاهرات كتير وحركات طلابية طول تاريخه، وده القرب من جامعة القاهرة، مظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي، حصلت صدمات على الكوبري وتم محاصرة الطلاب فوق الكوبري، وكان الكوبري ساعتها بيتفتح وتم فتح الكوبري عليهم وسقط عدد كبير منهم في النيل وعدد كبير منهم غرق. الحادثة هنا سموها مذبحة كوبري عباس، لكنها كانت حادثة مهمة في سبيل التخلص من الاحتلال الإنجليزي اللعين. احنا بالفعل كده خلصنا كوبري عباس ودخلنا على شارع من أهم شوارع مصر ومن أهم شوارع المانيال، وهو شارع شايل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملوكها عبد العزيز آل سعود. شارع عبد العزيز آل سعود اللي احنا موجودين فيه يعتبر من اطول شوارع المانيال، وبيبدأ من عند فندق جراند حياة وبيكمل لغاية منطقة مقياس النيل وقصر المينستيرلي. شارع هنا موجود فيه عدد كبير من الاندية النهرية والمسارح والكافيهات والمطاعم والفنادق. جمال الشارع هنا ان النيل في الجزء هنا متسع بشكل كبير وهادي بشكل جميل جدا، قعدتك على النيل هنا هتستمتع بيها جدا، لكن الجزء اللي احنا فيه ده بيحتاج قطر من التطوير، زي التطوير اللي حصل لعدد كبير جدا من الشوارع وعدد كبير جدا من الاماكن في مصر. احنا ما زلنا موجودين في شارع عبد العزيز آل سعود وبنتكلم بقى على جمال وبنتفرج على جمال المانيال وجمال شوارع المانيال، الجزيرة الجميلة اللي موجودة على أرض مصر. وإحنا موجودين في المانيال بنقول إن المانيال واحد من أرقى أحياء القاهرة، واحد من المناطق الحية والمهمة وسط أحياء القاهرة الكبرى، حي سكني وتجاري واستثماري مليان شركات ومحلات ومطاعم وعيادات وكافيهات. الميزة الأساسية في المانيال زي ما حركوا شايفين كده الموقع، لأنه هو جزيرة موجودة على النيل. كمان المناخ والجو في المانيال هيكون جو صحي ومميز جدا، وده برضو عشان إنها بتطل على النيل، وده يمكن اللي جذب أسرة محمد علي باشا إن هم يسكنوا هنا في المانيال ويبنوا قصور. كمان الخديوي إسماعيل كان ليه قصر رائع على ضفاف النيل، ومن قبليه أبوه إبراهيم باشا ووالدته بنت قصر في جزيرة الروضة. زي ما انتوا هتشوفوا كده الجزء اللي احنا داخلين عليه اتساع النيل في الجزء ده رائع جدا، ومنظر النيل من هنا مميز بشكل كبير، ولكن زي ما قلت لكم الجزء ده لما هيتطور هيكون القعدة عليه أكثر روعة من اللي انتوا شايفينه. يمكن والدة عباس حلمي الأول كان ليها قصر كمان في شارع قايتباي في المانيال، والأمير محمد علي بن نجل الخديوي توفيق بنى القصر الشهير هنا واللي اسمه قصر المانيال أو قصر الأمير محمد علي، واللي بنى سنة 1903. ومع مرور الوقت أسرة محمد علي شجعت أهل القاهرة إن هم يسكنوا في المنطقة هنا ويبنوا بيوت وقصور هنا في المانيال. احنا خلصنا شارع عبد العزيز آل سعود ووصلنا لشارع محطة المية واللي فيه محطة مياه الروضة ومقياس النيل وقصر المينستير ومتحف أم كلثوم، ودخلنا مباشرة كده على شارع موازي لشارع عبد العزيز آل سعود وهو شارع الإخشيد، ومن الشوارع المهمة في المانيال. والشارع هنا متسمي على اسم مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر، وكان اسمه محمد ابن طغق الإخشيد. كان مملوك تركي عينه الخليفة العباسي والي على مصر، ولما قدر ان هو يقضي على المتمردين من الدولة العباسية اداله الخليفة لقب تشريفي وهو كلمة فارسية وهي كلمة الإخشيد، ولكنه بعد كده وزي ما عمل ابن طولون استقل بمصر عن الدولة العباسية. احنا ما زلنا بنتمشى كده في عدد من شوارع المانيال الجميلة جدا الفرعية، ولكن زي ما انتوا شايفين الشوارع دي محتاجة ان هي تترصف ومحتاجة ان هو يتعمل لها عملية تطوير عشان المنطقة أو جزيرة الروضة تزداد جمال. زي ما انتم شايفين الأشجار اللي مالية الشوارع على اليمين وعلى الشمال حاجة من الحاجات الرائعة جدا، وزي ما انتم شايفين في عدد كبير من البيوت أو زي ما البيت اللي على شمالنا دلوقتي في يعني عملية كده ميكس ما بين البيوت الجديدة والبيوت القديمة.
اللي بتدل على ان المنطقة هنا بالفعل ليها قيمة اثرية وليها قيمة تاريخية كبيرة. جنب بقى القيمة التاريخية للمنيل واللي لسه كنا بنحكي عليه، الحي هنا يعتبر من المناطق الراقية في محافظة القاهرة اللي بيدور بقى على شقة للتمليك او للايجار. المنطقة مازال فيها مباني تاريخية كتير وجوامع ومدارس ومتاحف، وطبعا زي ما قلنا لوجودها على النيل فسعر متر الشقة هنا هيكون يعني مرتفع بشكل كبير عن أماكن تانية موجودة في مصر. منطقة المنيل اللي احنا فيها واحدة من 3 جزر في نهر النيل بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، واحد من أرقى أحياء مصر القديمة، واسمها منيل الروضة أو جزيرة الروضة، وبيفصلها عن مصر القديمة فرع صغير من النيل، وبيربط المنيل بالقاهرة 5 كباري وبيربطها بالجيزة كوبريين. الكباري اللي بتربطها بالقاهرة هي كوبري الملك الصالح والمنستيرلي والسرايا والقصر العيني ومتحف المنيل والجيزة، اللي بيربطها بقى بالجيزة كوبري الجامعة وكوبري عباس. ما زلنا ماشيين في شارع الإخشيد، واحد من الشوارع الجميلة جدا في حي المنيل. وزي ما قلت لكم أنا بحاول إن أنا أدخل كده في أعماق الأحياء، لأن معظم اللي زار المنيل بيعرف شارع المنيل، بيعرف شارع عبد العزيز آل سعود، بيعرف شارع الروضة اللي موجود ما بين الجزء الشمالي أو الغربي أو الشرقي من شارع المنيل والجزء الآخر اللي هو بيسموه منطقة المماليك، لكن محدش بقى تعمق كده داخل شوارع المنيل الجميلة. اللي أدعوكم إنكم تزوروا الأحياء الجميلة جدا في مصر زي حي المنيل وحي الزمالك وحي جاردن سيتي والمناطق الجميلة جدا في مصر دي، اللي هتستمتعوا بيها جدا وهتحسوا قد إيه الشوارع الجانبية ما تقلش روعة عن الشوارع الرئيسية اللي موجودة في أحياء وشوارع ومناطق مصر الجميلة. احنا خلصنا كده الجزء ده من شارع الإخشيد، ودخلنا كده على شارع تاني من شوارع المنيل وهو شارع الملك المظفر. طبعا الملك المظفر أول ما أقول اسمه كلنا هنعرفه، لأن هو واحد من الناس المشهورة جدا في التاريخ، وهو سيف الدين قطز السلطان المملوكي البطل معركة عين جالوت، المعركة اللي قهر بيها التتار أو المغول. يعني ما أدرك بقى مين هم المغول، يعني حاجة كانوا من الجبابرة في التاريخ. يعني كمان السيف الدين قطز هو اللي حرر القدس من ايديهم، وكان من ابرز ملوك مصر رغم ان هو ما استمرش في الحكم اكتر من سنة واحدة. احنا دخلنا بالفعل كده من شارع الملك المظفر بقى على شارع من الشوارع الرئيسية في المنيل، وهو الشارع اللي متسمي على المنطقة ككل وهو شارع المنيل. احنا الجزء اللي احنا موجودين فيه ده هو الجزء اللي بيطلقوا عليه المماليك، واحنا بالفعل موجودين دلوقتي في ميدان من ميادين المنيل الشهيرة جدا وهو ميدان المماليك. نرجع بس نكمل حكايتنا عن الملك المظفر للشارع اللي كنا فيه. عايز اقول لكم ان قطز ده كان مملوك عند الملك الصالح نجم الدين ايوب، واللي هنعدي على الشارع بتاعه كمان شويه وهتلاحظوا ان الجزء الجنوبي هنا ومعظم اسماء شوارعه متسميه على اسماء المماليك. قطز وهو مملوك شارك في جيش الملك الصالح في صد الحمله الصليبيه 7 واللي اتحقق فيها الانتصار في معركه المنصوره. احنا بالفعل ما زلنا ماشيين في شارع المنيل في منطقة المنيل الجميلة جدا اللي موجودة في حي مصر القديمة. حي المنيل على مر التاريخ كان مشهور يعني بيكونوا مقر لإقامة كتير من الملوك والأعيان والأجانب، وده اللي بيفسر التصميم المعماري المميز في المنيل من فيلل وقصور وإطلالات رائعة على النيل. كمان الحي إداريا تابع لحي مصر القديمة زي ما كنا لسه بنقول، وبيمتد بقى على ضفاف النيل بطول حوالي 3.5 كيلومتر، قريب من أحياء كتيرة شهيرة في القاهرة والجيزة زي الدقي والمهندسين المعادي الزمالك وسط البلد، وقريب كمان من الطريق الدائري وشارع الهرم وفيصل وكورنيش المعادي. احنا بالفعل دخلنا كده من شارع المنيل على شارع احمد الحاسب، هو شارع جانبي بيخرجنا على شارع الملك الصالح، وهيكون قدامنا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده محطة اتوبيسات المماليك واللي فيها خطوط بتوصلك لمناطق كتير في القاهرة والجيزة. كب اي اتوبيس او ميني باص وتعالى استمتع بحي المنيل اللي احنا موجودين فيه النهاردة. دخلنا كده بالفعل على شارع الملك الصالح نجم الدين ايوب، وزي ما انتم شايفين ليه شارع باسمه هنا في المنيل، كمان ليه كوبري بيعدي نهر النيل على اسم الملك الصالح. والملك الصالح ده كان 7 سلاطين الايوبيين في مصر، وهو اللي انشا حاجه اسمها المماليك البحريه. هتلاقي كمان هنا شارع في المنيل باسم المماليك البحريه.
يعني عايز اقول لكم ان الملك الصالح ده دخل بقى في صراعات كتيرة جدا مع الملوك الايوبيين في الشام، واخر سنة في حكمه تعرضت مصر لحملة صليبية ضخمة جدا كان اسمها الحملة الصليبية السابعة، ومات الملك الصالح اثناء احتلال الصليبيين لدمياط، واللي تولت الحكم بعديه مراته شجر الدر او شجرة الدر زي ما احنا بنحب نقول. احنا ما زلنا بنتمشى كده في شارع الملك الصالح، وعايز اقول لكم ان المانيال متقسمه لجزئين، جزء شمالي واسمه مانيال الروضه وبيمتد من شارع الروضه لغايه فندق الميريديان، وموجود فيه ميدانين هما ميدان الباشا وميدان المانيال. الجزء الجنوبي بقى معروف باسم المماليك وبيمتد بقى من شارع الروضه ولغايه قصر المنسترلي، تحديدا كده عند مقياس النيل، وموجود فيه ميدان رئيسي اللي احنا شفناه من شويه صغيرين وهو ميدان المماليك. من اشهر الشوارع اللي موجوده في المانيال شارع المانيال اللي احنا كنا لسه موجودين فيه، وهو طبعا شارع تجاري جدا، ولكن الجزء التجاري هو الجزء اللي بيمتد كده من شارع السرايا او من عند ميدان السرايا لغايه شارع الروضه، وهو برضو يعتبر من شارع من الشوارع الطويله في القاهره وفي المانيال، ويوصلنا بقى من القصر العيني القصر المنسترلي، كمان في شارع المقياس وشارع الروضه زي ما شفنا وشارع عبد العزيز ال سعود. احنا دخلنا كده على شارع المماليك البحرية اللي كنت لسه بحكي لكم عليه من شوية صغيرين، وهي كانت المماليك البحرية دي سلالة من المماليك حكمت مصر من سنة 1250 لسنة 1382، وبعديهم جم بقى مماليك كان اسمهم المماليك البرجية. لفظ بحرية راجع لجزيرة الروضة اللي احنا فيها دلوقتي، واللي عاشوا فيها وبنى السلطان الصالح ايوب هنا قلعة كان اسمها قلعة الروضة، وبرضو في شارع باسم قلعة الروضة موجود في المنطقة اللي احنا فيها وفي شوارع المانيال. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع المماليك البحرية، واللي بيطلعنا على ميدان المماليك اللي لسه كنا شايفينه من شوية صغيرين، واللي كنا جايين له الميدان اللي احنا فيه دلوقتي ده كنا جايين له المرة اللي فاتت من شارع المانيال اللي بيقطعنا يميننا وشمالنا. عموما حي المانيال بيتمتع يعني بخصوصية كبيرة لانه بيجمع ما بين العراقة والاصالة والرقي، ومميز طبعا بنهر النيل اللي لسه فيه ناس كتير بيتمنوا ان هم يعيشوا عليه او يعيشوا جنبه. حكاية المانيال ككل إنها كانت مجرد جزيرة بتربط بين حصن بابليون والجيزة، وهنا كان بيستخدمها الفاتحين العرب للعبور من الجيزة لحصن بابليون، كانوا بيبقوا محميين فيها الفترات لغاية ما الصراعات اللي بيعملوها تخلص، وعشان كده كان هنا في حصون وأسوار وكان اسمها في الفترة دي جزيرة مصر. وبعد كانت ما الدنيا بقى كانت بتهدى المكان هنا كان بيتنسي وبيهمل بشكل كبير. جه بعد كده أحمد بن طولون وأعاد بناء أسوار وحصون المانيال، وهنا بقى اتسمت جزيرة الحصن، بنى فيها قصور ومباني فخمة وحاجة كانت آخر جمال. وبعد ما مات المية طغت على أو طفت على الجزيرة واتهدمت كل القصور اللي عملها ابن طولون. جه بعد كده مؤسس الدولة الإخشيدية، واللي زي ما احنا شفنا كده ليه شارع باسمه هنا هو شارع الإخشيد، وهم هنا بنوا دار سموها دار المختار، وبرضه عشان كده في شارع اسمه شارع المختار، وكان حوالين الدار دي بساتين كتيرة جميلة جدا في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. احنا دخلنا كده من شارع الفتح على شارع المقياس، والمقياس ده هو اللي بيشير لمقياس النيل، وهو واحد من اشهر معالم مصر ومن اشهر معالم المانيال، واللي موجود في نهاية شارع الملك الصالح، وبيعتبر تاني اثر اسلامي موجود في مصر بعد جامع عمرو بن العاص، واللي اتبنى سنة 861 ميلادية في عهد الخليفة المسلم المتوكل، وكان بيستخدم لحساب قيمة الضرائب على الشعب المصري من خلال قياس فيضان النيل، ومن خلال ده بيعرفوا نوعية المحاصيل اللي هتتزرع وبيقدروا يحددوا رسوم الضرائب عليها، وده طبعا قبل بنى السد العالي بعدد كبير جدا من السنين. يعني دخلنا كده بقى من شارع المقياس على شارع محمود أحمد باشا، واللي هنطلع منه بقى ولسه بنكمل طريقنا في عدد كبير جدا من شوارع المانيال الجميلة. وعايزين نقول انه بعد كده جه الفاطميين وزودوا بقى عدد البساتين وخلوا المنطقة هنا من أجمل ما يكون، من أروع البساتين أو من روعة البساتين اللي كانت موجودة هنا، سموا المنطقة هنا المناظر. كلمة الروضة اللي احنا بنتكلم عنها وجزيرة الروضة جت مع المعز لدين الله الفاطمي، وتعرفت من وقته بجزيرة الروضة، وكان المصريين هنا بيجوا للراحة والاستجمام والتريض، وهو كمان كان بيجي في منطقة المانيال هنا عشان يستريح ويستجم، وسماها بقى بجزيرة الروضة من الوقت ده. عايز اقول لكم ان كل اللي سكن في المانيال وسابه لأي سبب من الأسباب بيقول ان الحي ده بالنسبة له هو حياته، بيبقى حريص انه يزوره بين وقت للتاني، يزور صحابه وعيلته،
يعني لو لسه عيلته عايشة هنا بيتجمعوا في الأعياد، بيقعدوا على القهاوي والكافيهات. دايما الناس الكبيرة في السن بيقولوا إن اللي بيسكن في المنيل بيكون صعب عليه يسكن في حي تاني، لأنه حي راقي وجميل وموقعه مميز بشكل كبير. حي المنيل مش هتحس أو مش هتعرف تفرق ما بين غني وفقير، لأنه زي ما انتوا شايفين كده يعني التباين ما بين شكل الشوارع وشكل العمارات اللي موجود، هتحس إن هو تباين كبير، وعشان ده بيجمع عدد كبير جدا من أطياف الشعب المصري وبيجمع كل المستويات والطبقات. يعني اللي بيدور على سكن راقي هيلاقيه هنا، والفقير هنا بيعيش وبيتحرك وبيشتغل في مهن بسيطة، وكل الناس بتعيش في ألفة وتآخي ومحبة. يعني سكن في المنيل هنا عدد كبير من الشخصيات المشهورة، يمكن أشهرهم الرئيس أنور السادات وأسرته كمان الهلباوي اللي كان أول نقيب محامين في مصر سكن هنا، عبد الحليم حافظ سكن هنا في جزء من حياته، كمال الشناوي سكن هنا، حسن حمدي رئيس الأهلي السابق، والكاتب الكبير محمد منظور، والأديب صلاح المعداوي. طبعا دايما لما في خلال رحلتنا لما بتكلم عن عدد من الناس اللي سكنوا في بعض الأحياء، ممكن يكونوا سكنوا في أحياء أخرى في بعض الأوقات، لكن جزء من حياتهم عاشوا فيها في الأماكن اللي احنا بنعدي عليها خلال رحلاتنا المتنوعة في شوارع وأحياء ومناطق مصر. من المعالم المشهورة كمان في المنيل قصر المنستيرلي، واللي اتبنى في عهد حسن فؤاد المنستيرلي سنة 1851، واللي كان موطنه مدينة مانستر في مقدونيا. من هنا جت كلمة المنستيرلي. القصر هنا بيقام فيه حفلات ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وفي ملحق كده القصر موجود فيه متحف لأم كلثوم موجود فيها مقتنياتها العامة والخاصة. كمان من أشهر معالم المنيل مستشفى القصر العيني، وهي أول مدرسة للطب اتأسست في مصر في العصر الحديث في عهد محمد علي باشا. سبب التسمية إن القصر موجود في قصر كان لواحد اسمه أحمد العيني، واللي بناه سنة 1466 ميلادية في العصر المملوكي. كمان في كلية طب الأسنان اللي بتعتبر أول كلية في المجال ده في أفريقيا والشرق الأوسط. إحنا رجعنا مرة تانية على شارع عبد العزيز آل سعود، ولسه بنستكمل رحلتنا داخل حي المنيل داخل شوارع المنيل. كلمة المنيل معظم الناس بتتخيل ان هي جاية من وجود نهر النيل، وان المنيل جزيرة في نهر النيل، لكن الحقيقة ان كلمة المنيل جاية من اختيار محمد علي باشا للمنطقة هنا لبناء مصنع كان لتصنيع حاجة اسمها نيلة، وده اللي كانت من خلالها بتستخدم المادة دي او الحاجة دي كان بتستخدم في صباغة الأقمشة، وده السبب في تسمية المنطقة هنا باسم المنيل. ماشيين دلوقتي بقى مرة تانية في شارع المماليك البحرية، واللي كان من اشهر ملوكها الظاهر بيبر وقطز والمنصور قلاوون وولاده. عايز اقول لكم ان في الجانب الشرقي من المنيل كانت منتشره قصور الامراء والاعيان. كان في قصر لسليم الجزائرلي وبستان المندوره وارض السيده البروديه واراضي حسن يكن باشا وحديقه ذو الفقار باشا، وفي طرف الجزيره كده اتعمل معمل للبارود، وطبعا قصر المنستيرلي واللي كان اول محافظ في مصر وكان اسمه حسن فؤاد المنستيرلي باشا. ما زلنا بنكمل طريقنا داخل شوارع المنيل الجانبيه، وعايز اقول لكم من اهم المساجد اللي موجوده في المنيل مسجد صلاح الدين ومسجد قايتباي، واللي بناه السلطان الاشرف قايتباي ما بين سنه 1481 وسنه 1490 ميلاديه. كان في المنيل عدد كبير من السينمات، وكلهم يمكن دلوقتي مش شغالين سواء اتهدوا او قفلوا، زي سينما راندا والجزيره وجرين وسينما فاتن حمامه. ويمكن سينما جرين دي كانت مشهوره بانها السينما اللي دخلها السادات ليله ثوره 23 يوليو، وده كان في جزء منه للتمويه في قيام الثوره. من سنة 1908 وبعد ما اتعمل كوبري عباس اللي موجود دلوقتي على شمالنا، وتجدد كوبري الملك الصالح اللي هيبقى موجود على يميننا، انتشرت بقى حركة البنى في المنيل، وبقت الناس بتيجي هنا تتفسح وتزور الأشجار النادرة والجناين الواسعة والبساتين اللي كانت موجودة في المنيل، وكانت بتزورها في الأعياد وشم النسيم. عايز اقول لكم ان في عهد الملك نجم الدين ايوب جه وشال كل المباني والقصور والمناظر اللي اتعملت، وعمل قلعه اتسمت قلعه الروضه، او سموها القلعه الصالحيه نسبه للملك الصالح نجم الدين ايوب. عمل ليها 60 برج وشحنها بالاسلحه والات الحرب، ولما جه توران شاه ابن الملك نقل مقر الحكم لقلعه الروضه، وشجره الدر واللي كانت مرات عز الدين ايبك بعد ما مات الملك نجم الدين ايوب
أمر بقى أيبك بهدم القلعة دي، ولما جه ظاهر بيبرس أمر ببناء القلعة من جديد، وبعدين جه السلطان قلاوون فأمر بهدمها، ومن ساعتها راحت القلعة وما رجعتش تاني. رجعنا مرة تانية لشارع المانيال في الجزء اللي بيقال عليه منطقة المماليك، ومش هكمل بقى طريقي في شارع المانيال، وحندخل مرة تانية على شارع الملك المظفر. واحنا قربنا ننهي رحلتنا في منطقة المانيال، لأتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين بالرحلة في الشوارع الجانبية في منطقة المانيال، واتفرجتوا كده على شكل البيوت القديمة وشكل الفلل او البيوت اللي كانت او القصور القديمة اللي بتميز منطقة المانيال، الحي الراقي الجميل جدا اللي موجود في حي مصر القديمة. سأقول لكم من المعالم المشهورة في المانيال، طبعا كنت حكيت عليه في بداية الرحلة، وقصر الامير محمد علي. وأول ما تسمع الاسم ده هتتخيل أنه محمد علي باشا والي مصر، لكن الحقيقة أنه حفيده. كان بيقال على الراجل ده أنه هو محمد علي الصغير، وكان بيقال عليه أنه هو سيء الحظ، لأنه وصل أنه يبقى ولي العهد 3 مرات، ولا مرة منهم وصل للسلطة بشكل نهائي. القصر جميل جدا من جوه، وهتحس انك جوه معرض مش بيت عادي. يمكن ده لان الامير محمد علي كان بيحب الطرز المعمارية العربية والاسلامية، ولما جه يعمل القصر بتاعه جمع من كل بستان زهرة زي ما بيقولوا. وباب القصر هو اللي بيترجم ده لما كتب عليه انه انشأ القصر ده اجلالا للفنون الاسلامية وروعتها. احنا بالفعل كده رجعنا مرة تانية بقى لشارع الملك الصالح، وحنخرج من شارع الملك الصالح على كوبري الملك الصالح، واللي هتكون في نهاية رحلتنا النهاردة، اللي كانت موجودة في حي المانيال الجميل جدا، واللي زي ما قلت لكم اتمنى ان انتوا تكونوا مستمتعين بيه. لو كنا كملنا على طول، يعني طبعا لو عدينا ولفينا كده ورجعنا مرة تانية، لو كملنا على طول امتداد شارع الملك الصالح، هو اسمه شارع متحف المانيال، وهو الشارع اللي بيوصلنا لقصر الامير محمد علي اللي لسه كنت بحكي لكم عليه من شوية صغيرين، وهو اللي متسمي على اسم قصر الامير محمد علي، او متسمي باسم متحف المانيال. وهتحس ان هو قصر كده من فعلا من القصور القديمه بالسور، رغم ان هو مبني سنه 1903. احنا بالفعل خرجنا على كوبري الملك الصالح وداخلين كده على كورنيش النيل. وفي نهايه رحلتي اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.